ومعنا في الاستديو نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ والحندي، أهلا وسهلا. إذا إعادة الاحتفال بافتتاح السنة القضائية ماذا يضيف بالنسبة لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. افتتاح السنة القضائية يضيف لنا شيئا مهما جدا، وهو تكريس هذه العادة التي اختفت منذ 2011. والهيئة الوطنية للمحامين نظرا لأهمية هذا الحدث بزيارة المجامل التي قمت بها مع أعضاء المكتب لرئيس الجمهورية في شهر أكتوبر، طلبنا من الرئيس إحياء هذه الذكرى وإحياء افتتاح السنة القضائية، وقد تمت الاستجابة لهذه الطلب. وهذا الحدث بالنسبة لنا مهم جدا، لأنه مناسبة يتم فيها تدارس وضعية القضاء، وما هي مشاكل القضاء، وماذا يعاني من القضاء، وما هي الآمال المستقبلة بالنسبة للقضاء. وبالتالي نحن نعتبر أن هذا اليوم يوم احتفال بالنسبة لنا، يوم مهم، وكان مناسبة لنا كدفاع أن نقدم ما لدينا من مطالب يجب أن تتحقق من خلال موضوع هذه الندوة، وهو الآليات القضائية لمناهضة التعذيب. وبينا أن نقابة المحامين كانت سباقة في هذا المجال، لأننا في الشهر الماضي قمنا بندوة تحت عنوان دور المحامي في الوقاية من التعذيب. ولا شك أن الدولة الموريتانية قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال، منها الاتفاق على البروتوكول الاختياري، منها القانون يتعلق بمناهضة قضية الاسترقاق 48 وتغييره الأخير، ومنها كذلك وضع اللجنة، وضع الآلية لتشكيل اللجنة المتعلقة بمناهضة التعذيب. هذه بالحقيقة خطوات تشكر ومهمة في هذا المجال. ما تم اليوم بالنسبة لخطاب رئيس الجمهورية فيه نقاط مهمة. طيب، تعيش البلاد والمؤسسة المؤسسة القضائية على هاجس تحديث المؤسسة وتطويرها ومكافحة الفساد، كيف تقيم أداء المؤسسة بإزاء هذه التحديات؟ أنا أعتبر أن المؤسسة على العموم مؤسسة قطعت أشواطا في الإصلاح، قطعت أشواطا فيما يتعلق بالنصوص، قطعت أشواطا في محاولة تغيير النصوص القضائية، قطعت أشواطا في محاولة إعطاء للقضاء الاستقلالية وإعطاء القضاء الحرية من خلال النادي الذي من خلاله يعبرون عن مطالبهم، ومن خلاله يمكن للقضاة أن يكونوا شركاء في إصلاح العملية القضائية. أشرتم إلى مكافحة التعذيب في خطابكم، ألا توجد يعني كما يقال الكثير من العذابات أخرى من الأجدر أن تنال التنويه والاهتمام؟ عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، الرفع من مستوى مكانة القضاة والمحامين بإزاء هيمنة النافذين في السلطة ماليا وسلطويا، وفيما يتعلق بالمتقاضين يعتبر البعض أن القضاء لا يزال رهينا لهيمنة طبقات محددة في المجتمع. بما يتعلق بموضوع أن ركزنا على التعذيب، هو موضوع افتتاح السنة القضائية، لأن السنة القضائية كما تعلمون لكل سنة يكون هنالك موضوع، هو موضوع الافتتاح، والافتتاح هذه السنة يتعلق بالآليات المتعلقة القضائية لمناهضة التعذيب. إذا نحن ركزنا بكلمتنا على هذا الموضوع، هذا لا يعني أننا لا نهتم بالمواضيع الأخرى. بما يتعلق بالاستقلالية، الاستقلالية ذات شقين، الاستقلال فيها ما يتعلق بالقضاء نفسه، أن القاضي نفسه يكون مستعدا أن يكون مستقلا. فيما يتعلق بالمواطنين، نحن أشرنا اليوم أن ولوج المواطن للقضاء لا بد له من المساعدة القضائية، لأن الفقراء اليوم لا يمكن أن من خلال القضاء أن يحصلوا على حقوقهم، وبالتالي في المساعدة القضائية أساسية، وهي اليوم موجودة في كافة الدول لمساعدة ذوي الفقراء للوصول للقضاء. القطاع تنخر الخلافات ما بين الوزير والوكيل من جهة وجمعية القضاة من جهة ثالثة، ألا تعرف المؤسسة تراجعا واستحكام أمراض مزمنة؟ لا أعتبرها تراجعا، لأن أعتبر لأول مرة أن يكون هنا، لأن الوزير يعلق على ما قاله في التلفزة، والقضاء نادي القضاة يرد عليه ببيان. هذه ظاهرة صحية بالنسبة لي، ظاهرة للرأي والرأي الآخر، وهذا نحن بحاجة له، بحاجة أن تكون كل الأمور تطرح بصورة شفافة. وإذا كان الوزير قال بالنسبة لنادي القضاة لا يعتبر أن ما قاله الوزير أنه يخدم المصلحة القضائية، يخرج بيان والوزير رده وكذلك، وهذا هو دور الإعلام ودور الجميع، أن تكون كل الأمور تطرح والمواطن هو الذي سيحكم الحق مع أي الطرفين.
إذن قبل أشهر جرى نقاش للنظام الأساسي للقضاء ثم توقف الأمر عند ذلك الحد، لماذا؟ لست معنيا بالصلة مباشرة بهذا الموضوع، لكن شاركت في الندوة التي تمت في فندق وصال نقاش هذا الموضوع، وبعد ذلك تم نقاش لنفس القانون في قصر العدالة، وعلى حسب المعلومات عندي أن القانون جاهز وأنه سيقدم عن قريب، لا يوجد هنالك عرقلة خاصة بهذا الموضوع، لأن الوزير عبر أنه مستعد أن يكون هذا القانون جاهزا قبل الدورة البرلمانية القادمة. طيب، تعرف المؤسسات السجنية وجود مئات من الموقوفين، وفي الكثير من الأحيان يقضون أوقاتا كثيرة دون محاكمة، كيف تنظرون إلى هذه القضية؟ هذا ما أشرت له في تصريح سابق، أن مشكلة السجون اليوم أنها بدلا من أن تكون كما هو في العالم الآخر، أولا السجون هنالك سجناء المحكوم عليهم في سجن، ومن يكون في الحبس الاحتياطي بوضعية أخرى تختلف عن السجون الموجودة في التي يوجد فيها المحكوم عليهم، لكن نحن للأسف السجون عندنا مكتظة، وبدلا من أن نحاول أن من يخرج من السجن يخرج صالحا للمجتمع ويمكن أن يندمج بالمجتمع، من دخل السجن عندنا يرجع إلى المجتمع شد عتادا من الإجرام وشد تمرسا مما كان من قبل. ولا شك أن وضعية السجون وضعية يرثى لها وتحتاج إلى مراجعة، ويحتاج في الحقيقة كما طلبت اليوم في كلمتي أن تكون هنالك مؤسسة خاصة بالسجون، هذه المؤسسة تكون المشرفين عليها لهم تكوين قانوني خاص، لهم تكوين فيما يتعلق بمناهض التعذيب، لهم تكوين فيما يتعلق بالمعاملة، هو لا بد من أن تكون هنالك رؤية أن المتهم أو المحكوم عليه لا زال يتمتع بإنسانيته، وبالتالي يجب أن يحافظ على هذه الكرامة التي حفظها الله تبارك وتعالى، ويجب كذلك أن تحافظ عليها الدول. نعم، إذا نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ والحمد، شكرا جزيلا لك.